بكل الحب والتقدير نرحب بكم على أرض طيبة القديمة، مهد الحضارة والتاريخ، مدينة الشمس وأرض الثقافة والفنون، المدينة الخالدة التي شهدت الإبداعات الفنية والثقافية على مر العصور ومن أمام صفحة النيل الخالد. نحتفل اليوم بختام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الثالثة. احنا كلنا بنشكركم الحضور، لأن وجودكم في اللحظة دي معانا هو أكبر دعم لينا. اسمحوا لي أشكر كل فريق العمل اللي اشتغل معايا بكل جد، خاصة وإنه يعني الفرد منهم كان بيعمل بقيمة 10 أفراد، فأنا بشكرهم جدا جدا، وأرجو إن هما يتحملوا لحظات الضغط اللي احنا مرينا بيه. عايزاكم تنتظروا في المستقبل كيان مهم جدا اسمه اتصال، وهو أرضية لإنشاء سوق للفيلم الأفريقي. هذا المهرجان بدأ تقريبا بعد أن تفتحت طاقات الأمل في قلوب المصريين، أقيم هذا المهرجان. كل الكيانات اللي زي المهرجانات دايما بتبدأ وليدة كده تحبو. هذا المهرجان بتصور أنه هو ولد فتيا، بمعنى أن من أول دورة وكانت العيون كلها مسلطة على هذا المهرجان، كل الأمال كانت متعلقة بنجاح هذه الدورة نظراً لغياب دور مصر الإفريقي عبر أكثر من 40 سنة وعودتها مرة أخرى في محاولة لأداء دورها مرة أخرى.